يا حي يا حي. يا حي أسلمي لله، يا حي جئت إلى الرأس فسكنت إلى الرأس. وما أدراك ما الرأس؟ الحية والرأس، الحية والرأس، الحية والرأس، الحية والرأس. ما أدراك وما أدراك ما الرأس؟ حينما تكون الحية في الرأس وهي تسمع الآن تتقلب وتلوى وتألم. نعم نرى مالا، سبحان الله، نرى أمور عظيمة جدا. الحية سكنتها في الرأس سنين طويلة منذ أن كانت طفلة صغيرة، والحية تتحكم، توسوس، تبلد، تغير أعين في علم وفهم وذكاء ونجاح وتفوق وإتمام دراسة وجامعة وتخرج. فكانت في شأن لكنها غيرت، كانت تطمح في أن تكون في الطب والهندسة، فغيرت كل شيء، غيرت الرتبة، غيرت الكفاءة والهمة. جاءوا بها غدرا ومكرا، غيرت الهمة العالية في الطب والهندسة. نعم فأبلغت الفهم، غيرت النجاح والقوة والقدرة. نعم نعم أنت في الرأس، على علم في الرأس، على الفهم في الرأس، أخذت القوة بأعين كانت على العلم والفهم، في الذكاء والنجاح والتفوق في الرأس. فأخذت السمية والسواد، فجعلت السلب والعظم في الرأس، سودته كما سودت الوجه واليدين والقدمين، سوت كما سوت القبول والمحبة، سوت كل شيء، جعلت السواد والهشاشة في العلم والفهم والعظام، الهشاشة في المجتمع، في النفس، في البيت، في الزوج، في الولد، الهشاشة في كل شيء، في الروح، في الطاعة، في العبادة، هشاشة حتى في العظام، هشاشة تعطيل وهشاشة. نعم هكذا أنت حية. أما تخشين الله عز وجل؟ أما تخافين من الله؟ هيا إلى رب رحيم. جئت إليها ضعيفة، ضعيفة، لا تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا، وأنت داخلة كان دائما تخاف، دائما في الوسوسة، دائما في التعطيل في الطاعة والعبادة، دائما التعطيل والعزلة والانفرادية، تحبسينا في الجدران والحيطان، لا تخرج، تشاهد التلفاز، أكل وشرب فقط، هكذا تريدين، تحجبين عن الرؤية وعن النظر والمتعة والبهجة والفرح والسرور، حتى مع الأم والإخوة، حتى في الكسب والمال واللباس، عذبتها عذابا. لو كانت ابنتك أكنت تعذبينها؟ لو كنت أنت أتظنين وتريد أن يعذبك ما عذبتها؟ تقولين لا، فكيف لك وأنت عذبتها عذابا منذ أن كانت طفلة رضيعة؟ بدأت حين بدأت تميز وتعقل، عمرها 5 سنوات ألام، صاحبها في 8 سنوات عذب وألام، في مراحل الدراسة كلها آلام وعذاب. الآن كذلك وقد تجاوزت 40 ولا زالت في العذاب والألم.
ما نفع الطب، ما نفع العلاج، ما نفع الدواء. سبحان الله، فظهرت الحية، الحية حية تعشقها، ترضعها، تربيها، تحضر لنفسها، تحرمها، تعزلها كي تراها هي وحدها، تغار عليها، لا تري من يشاركها، لا تري من يحسن إليها، فيتقلب بين السواد والحب والعشق، عشق الروح والجسد وتملك الجمال. فهي هي ترى أنفاسها فيها، سمعها، بصرها، قولها، كلامها، نطقها، حركاتها، ضعفت قوتها فجعلتها تصلي، تقرأ القرآن لكن لا تخشع لربها، لأن الخشوع يؤذيها، لأن الخشوع يحرك نفسها وروحها إلى ربها دارئها، لا تريدها أن تخشع، فتدبر القرآن واخشعوا في القرآن، فإنه يحرك الجان ويفقه من الأبدان أو يجعل في الاستقامة والالتزام، إنه الخشوع والتدبر في كلام الله جل وعلا، في ذكر الجنان والنيران.